صناع الضحكة احنا، معمل النكات احنا، جملة الجملة احنا، منو احنا؟ اهلا وسهلا بكل مشاهدينا الاعزاء وجمهورنا الكريم الحاضر ويانا اليوم طبعا برنامجنا بتنكات، وخلنا نشوف من اللي راح يسعدنا الحظ وياه ونشوفه ونشوفنا احنا. يلا حلوة. هلا هلا بياسر، من المرزوقة؟ يعني اهلها، يعني هم اللي سووها، يعني ملوك النكتة. صباح الهلالي وباسم البغدادي. مشاهدينا الاعزاء طبعا جمهورنا الكريم وضيوفنا الدائمين، رحبوا وياي، رحبوا وياي، رحبنا، رحبوا، رحبنا، تروحون وياي، رحبوا وياي، رحباني هم جاي. يلا طبعا راح تتفاجئون يعني حقيقة مناف تالم. هلا استاذ مناف. استاذ ياسين مو يقدم، يشجع. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا مع شاعرنا صاحب الابتسامه صاحب الضحكه، شاعر المحبوب لكل العوائل العراقيه، رحيم مطشر. احسن احسن، مبروك حبيبي، شلونكم؟ شلونكم؟ يا هلا شلونكم؟ يلا تفضل، شلونك حبيبي؟ الحمد لله على السلامه. هلا مناف، لك شنو مناف؟ اي مناف، لا شو اقول لك؟ انا قبلك 50 سنه انا تحت الاضواء، تقول لي مناف؟ شو اقول لك؟ شو اقول لك؟ ابن طالب؟ ولا ابن طالب؟ شو اقول لك؟ يا ترى اشياء قويه. تحت الاضواء وش الله بخير، الله بخير. كمان بدايه تعرف كمان شنو يعني؟ شلون الامور استاذ رحيم؟ والله بخير الحمد لله. اخبارك استاذ مناف؟ بخير الحمد لله. شنو جديدك ان شاء الله؟ والله جديدي عندنا مسرحيه يعني على سمير عميس اسمها شماعيه، من تاليف واخراج المتالق ثامر الشطري. حلو، تحياتي. موفق ان شاء الله. تحياتي، موفق. تحياتي. رحيم شنو اليوم؟ شنو؟ جمعه مو ولا سبت؟ عبالي ما ادري شنو. خلنا نحكي عن النكته قبل لا نحكي عن النكته. شنو النكته؟ اسمع، خلنا نحكي عن النكته. ارجوكم، في اليوم واحد راعي عنده طليان راعي غنم. شنو؟ عنده طليان راعي؟ عنده طليان راعي غنم. هاي اول مره اسمع. عنده طليان كان عبر السكه اجى بالقطار دعمهم، فمن دعمهم مات الاثنين من طليان، فهذا قام يضحك الراعي. الجواد قال له عمي شو انت مات طليانك اثنين؟ تقوم تضحك. قال له عمي هو دعمن بالطول، مو زين ما دعمن بالعرض، كان كثير الكلم. حلو. هذه ليش حكيته؟ لانه شلفها اليوم ماشي كنت نسبله. يلا دخل البيت المراه اللي يريد يخطبها، فحكى ويا اهلها قال لهم انا اريد اخطب بنتكم. قالوا له ايش تشتغل؟ قال لهم والله انا خريج بس بعدني ما لاقي تعيين. زين عندك بيت؟ قال لهم لا والله انا قاعد ويا اهلي. قال هسه ذني الاشياء نعرفها، دروح اعطينا مجال اسبوع نسال عنك وعن اخلاقك وعن اهلك ونرجع لك خبر. اول ما طلع بعد ما صعد بالسياره خابره قال له عيني احنا ما موافقين. قال ما سلو تحليل مال ادرار ما يطلع بس. ما اعطيتني هذه المطليان. انت ما اكو محامي بالسنتين يحضر بالبيت بالسنتين ذاك اليوم، بالسنتين الظهر ذاك اليوم بالأربعة وما اجى. زين مرت هاي بخت تسال علي وين ما وين اجى. قلت له شنو ليش تاخرت اليوم؟ مو انت بالسنتين ليش بالأربعة؟ قال لي يابا على كيفك، عندي قضيه طلاق، هذا الرجل يطلق مرته. بعدين قامت صار طلاق. قلت له ليش طلقها؟ قال لها حلقها كبير. قلت له صدوق. قصور اليوم معلمه تعلم الاطفال. معلمه تعلم حجب اول مره. ايوه بس تعلم معلمه وتعلم؟ لا هاي بس عده، لا عده المعلمه. قالت لهم اليوم راح اعلمكم على الانترنت وعلى الفيسبوك وهاي الشغلات والويت سويب. وقام واحد من الطلاب قال له ست انا يعني اعرف بس الفاكس. قالت له ما شاء الله، شنو فائده الفاكس؟ قال لها تلبي ظهر ابويا. فكس عبالة فكس. شوف هسه الجمهور ايش قد في بنات حلوه هاي، بس بالبيت ترى ذني غير شكل. كفشه هيك؟
مكياج ماكو تخيل يعني كان اخوك جبار. لا لا ليش ليش البجامه مرقعه وتدخل تدخل على انستغرام ماكو من تقرا يكتبون عجن. قالت لا عافيه تكتبون عجن خوفتوني. وهو الجن بغرفته واقف بالزاويه يقرا المعوذتين. لا لا اكو اكو مره كل ما حكيت للشايب قالت له اقول لك عودت ليش ما تروح تصلي بالجامع؟ قال يا ابا ما بي حيل. قالت له لا تروح للجامع. قال بس صل القاهم مخلصين قوم امشي. قالت له مو الشرع يقول لازم الرجال يصلي بالجامع؟ قال له الشرع يقول الرجال لازم يتزوج اربعه. قالت له صلي وين تريد بغرفه النوم؟ بعدنا مستمرين باجواء المتعه ويا رب ان شاء الله نقدر نقدم اكثر. تعالوا ويانا نروح فاصل وراجعين مره ثانيه يلا. رجعنا وياكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء جمهورنا الكريم ضيوفنا واصدقائنا اليوم اللي شرفونا رحيم ومناف. راح الفقره اللي راح يقول لكم بها استاذ ياسر انتم تعرفوها احنا نعرفها. خلي شوف برا شنو هي. عندنا استاذ مناف واستاذ رحيم. رحيم اكيد اكيد خلي الزم هاي خلي الزم هاي خلي الزم هاي الزمها بيدك ما حد يفيدك. مناف مناف جيب الطوبه يلا اضرب يمك حلو مو حلوة صدق؟ لا مو مراية ها؟ اوكي كل شيء تقلبها ايش مكتوب؟ اوكي لا عندنا شغلات نقول لكم عليها نعم اسئلة نقول لكم عليها لو صايرة وياك لو ما صايرة. يعني اقول لك هذا الموضوع صاير وياك تقول لي صاير وياي ما صاير وياي تقول اي او لا بس منافتك الصدق بس الصدق صراحة 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 يعني بس مناف جهاز رحيم حتى استاذ رحيم بس مناف لا انت ما تكذب رحيم لا والله قطعها كذب لا, لا والله يلا نبلش نبلش تصفيق تصفيق يلا يا الله هذا السؤال موجه للكل اي عافيه عافيه فد يوم مرقم بنيه ايه ما راح اقول له راح اقول له راح اقول له يلا راح اقول له راح اقول له احكي الصدق رحيم ترى انا احكي بمكانك والله غير عندها علاج ها؟ عندها علاج يقول يعني حكاه لا لا رحيم احكي صدق اي لا لا رحيم الصدق ادري بس اكو ترقيم الترقيم شنو يعني شلون برا اكو يريدونك باحتفاليه لا 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 قول اي لو لا اول مره هسه هاي اكو اي لو لا ياسر اي لو لا جاوب لا بعيد شو سوى؟ حلوين حلوين هذه لا الله هم قولي الله هم قولي والله هاي اي هن قولي رقموني رقموني اي اخو لا تزلمه يخاف لا نجب يستاهل والله يرقموه سؤال استاذ سؤال بحياتك ما مرقم بنيه؟ عاد قبل الزواج لا تخاف من مرتك والله يعني انت صدق اي والله صدق شنو الخوف من العظيم الله رايك الله تبارك انت ما رقم اي حياتي حياتك اي لا خوفا ولا شنو طريقتك بالقرايه؟ بالقرايه يعني اشوف يعني مثلا يقول صباح الخير لقيت هلا وعيني شلونك حبيبي؟ أوه. ابدي وياه صباح الخير هلا ويابه اعوفه هلا ويابه هاي الخنزر هاي السبعينات حلوه يعني ايدي يا يابه زين مشاكل طريقه سبعينيه حلوه تقول لك عمو راسا عمو جده راسا خلت تروح زين ما في يعني هاي طريقتك كل زين هذا اسلوب حلو تحيه 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 بدايه لانه ايش مالك شو ما يجي استاذ مناف لازم انت تروح ترقم بدار العجزه لا لا رقم دار الشباب بالشباب شوف هو استاذ هو العمر ما يحاسب على السنين لا مستحيل العمر من تقعد الصبح تفك عينك وتقول اللهم صل على محمد انت عايش هذا عيد ميلادك هو صح الله مو سنين أيه. انت تقعد الصبح تبي ميت نايم بس ما تقعد الصبح هذا عيد ميلادك استاذ ايش قد حلو زين اسم والدك بابا قد مواليدك؟ بابا؟ أني؟ إي 90 83 برج الدلو أني عمري هسه 79 سنة الله تحية اللهم صل على محمد من أقربكم بالقبر يلا أستاذ ياسر ما ترقم رقم أبو صيبة خويا أنت هسه فزيتني إي أي أني؟ أي والله
يعني ارقم بس مو ارقم مال. شلون بلا تقييم مال تكلفه؟ يشتري السياره بدون ارقام ويرقمها. شنو ارقم بس مو ارقم؟ لا يعني هم يعني بالجامعات ولا هذا فيريدون ارقامنا وعادي. لا هو ده يحكي ترقيم الحب. اي ترى واضح. خليني اسمع لك ماجد. يعني اعطيت البنيه هاي عائله بيت احنا بينا. عائله بيت؟ يعني هسه ما اعطيت تليفونك الوحده بنيه سيده قلت لها ست او اختي او بنتي او بدون زحمة هذا رقمي؟ لا ولا بتاي وين رحت انت؟ بين خمسه خير هسه بدي احد اجيب الطريق يعني بس خليني اجيب الطريق لان هم براجلي هم لا هم دا يريدون ارقامنا موجوده فرقم باص موجود وين موجود عندي بالاسواق؟ انا اسال اسال لا دقيقه انت مو رقم احد؟ هسه بعدين رجعنا هو عنده يده وين اليد مالته؟ طبعا لا والله العظيم ماجد والله قدام الجمهور اذا تكذب علي والله اصفقك بنكته زين الا اقلبها خلقت لا 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 خلاص والله اصفقك انا اشيل اي ولا هسه شنو جوابك ما يلا بعدين انا خلوني اخر واحد حتى ان شاء الله نطلع سياره واحده يلا ها شنو السالفه شنو طلع سياره واحده وين السالفه معول يلا هسه شنو اني هذا ملك البلد شنو اني انا اصلا طابع كارتات لا في الشوارع مناشير مناشير يعني مرة أبو الكي يمشي بقيت أنا واحد حتى أبو الكي رقم إيه لا اسمع اسمع شفته لقيت على الكيشن رقم ما التليفون قال بكرة ضبني وفاء اتصل قلت وفاء هاي اسم ما عندي رأسا اتصلت كان يدق على أبو الكي هو كذا على الكيشن الورق دك شاله قلت له وفاء قال يا وفاء أبغى أقول لك هذا أبو الكي قلت له لا أنا أبدأ أقول لك نازل بعد عمك شوف باسم انا بصراحه ما رقم يعني ايش حاجه يعني لا تعرف يعني يطبع يطبع لا لا ليش يعني بس انا طيب بس قبل شهر بالضبط اي بس انا بالماكسيمول و طب ليش انت انا لا انا احكي لي عشرتنا علي بالمول صار لقيت وحده انا بصراحه عندي برنامج كاميرا خفيه ومو انا اللي اسويها وياي ممثل وممثله فاريد يعني الممثله ما معروفه لان حتى بالشارع ما حد يعرفها فسلمت علي قلت لها تتمثلين؟ قالت والله هوايتي بس يعني قلت لها زين كتب رقمي انا محتاجك ببرنامج كتبت رقمي قلت لها دق علي دقت علي قلت لها شو اكتب؟ قالت دكتوره فلانه قلت لها انت دكتوره؟ قالت لي قلت لها هو البرنامج مالتنا بالمستشفى هاي بس هاي هاي بس هاي اخير شيء قبلها لا بالي مو رقم ابي شوف شوف لا وقلت لك اصفقك بنكتب بس لا انا بس لا تطلع من الحكي كملتوا؟ اي روح نزلوها لا تعدوني لا انا حقيقة سويت كارتات هاي حيوم ولا تعدوني يقول لا تعدوني نزلوه سويت كارتات بس كارتات شو سويت؟ شنو لا تعدوني ارض ابتماعي لا اصلي قلت شنو لا تعدوني؟ فكتبت يعني الفنان ماجد ياسين ستوني هذا صاير هذا صاير هو صاير الحيمي وهذا هو الفنان وهذا فاجي تدري من يصير مسرحيه فكان قاسم الله يذكره بالخير هو المخرج مالي الله يعطيه الصحه والعافيه قال قلت له عمي الناس فرني رقم لا ما رقم عمي انا اعطيه من رقمكم تفضلوا الدعوه لهذا هو حتى قام يعني هم جايين المسرحيه شنو تعطيهم رقم هم اصلا جايين من تبدا المسرحيه نوجه دعوات انت ابو التذاكر فاني وجهت لهم دعوات شكرا لك ابو التذاكر عشان ليش النسوان تخوف؟ عشان لا مو قالوا نختصر تعبني تعبني هذا اليوم رقم لا ما حصل منك شيء تعبني والله يشرد لا السؤال الثاني في اليوم وانت تمشي واقع قدام الناس اوه اي 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 بسوريا تعرف صعود عندهم ونزول اي سوريا هو سوريا احكينا هنا ما حد يعرفك بسوريا ايه احكينا هنا الناس اللي يعرفك لا هنا انا جاي ادخل على محل كله جام زين ما مفتوح دي وايصل
كلش تبيت فيه هذا كلش والله العظيم. شلون تتعامل ويا الفشله؟ شو تسوي؟ ويا الفشله؟ اضحك على روحي والله. بس انا راجلها مثل المشهد التمثيل. يلا سويها يلا سويها حقيقه. كاميرا عامه تاخذ كاميرات يلا. وين حتوقف عمود يا اخوان؟ هنا وين راح توقع عنا؟ اوقع لك بس انا ايدي مكسوره يمكن لو اسويها لو لا مضبوط. لا تنكسر. لا ما يخالف. زلمه مشتهي يوقع شو تسوي؟ انا زلقت بالكراده داخل رايح الباسم. هم باسم اي والله هو مفروض كل مشاكله ذابها براسه الله وكيلك ملطخ الدم من مكاتيل. زلقت وقعت على وجهي طب ابا الجماعه وراي راسا الو شنو حلوه الصباح وش وين شنو بالطين بالطين قال والله يا ابو عبد باليابان بشوش عاجبه عاجبه بشوش ابو حلو اي انا هاي وقعه قريبه ذاك اليوم مدت الطب رحت مواجهه الولد وصعدت تو الدرج وطحت فهذا واحد راسا قال سيلفي قلت له يا سيلفي والاخ ضيعته ضيعته بالضحك وطال واحنا لازم ننزل وياك اي ننزل وياك هذا والدرج شفنا الدنيا انا هذا والدرج شفنا اي سقفنا انا اي على المسرح دفرها يشتغل دفرها تقول ايه خاف زوجته تقول لي ليش تقول ايه واقع عشان ما يطيح على المسرح اقرا مربعات والمربعات لابس تكرمون الشحاطه خفيفه ولابس عرقتين ما شنو بمسرحيه حال الدنيا اول ما طوب هاي سنه هاي سنه الاسبانيين 85 اطباني هاي دنيتنا الوان وصور هاي دنيتنا الوان وصور عيش بالدنيا وحكي طيبه وترى مرات الصدوق تكذبه هاي رحت بتوشي كان جربن وقعدت على وجهي قلت هسه انت يا مخرج هل الحركه تعطيني اياها الله يعني حتى المشاهدين اللي كان فيك فترة ماتت لا عزيز بالثمانين ويتذكر هالأغنية زين هسه شو تغني تعال أحبك حب ما أحب سؤال آخر ها بالجديد إيه بالجديد مسوي عملية تجميل اسأل خشمة يعني هاي خلقة مال عملية تجميل أول لا أقولها أول لا بالعالم وما تقدر تكذب الناس كلها تعرف وجهك بيني تعرف خلقتك بالمناسبة عندي ضربة بخشمي صار ساعتين تشتغل بها الماكيرة ساعتين كان شفت لك تنك شي صباغ ها يعني عملية التجميل الوحيدة سووا لي اياها هنا بس ميك اب انت لا اوقف دقيقة انت لا دقيقة يعني مال شعر اقعد اي هذا الشعر تجميل هذا كل شيء وقال هذا شعر تجميل والله العظيم والله العظيم والله العظيم بربوك بوتوكس جوا عيونك وبعد مطرك هذا بوتوكس والله العظيم والله العظيم ضربوك بوتوكس دقيقة مو بوكس بوتوكس بوتوكس وين يصير؟ بوتوكس ابو العقد شي هذا انا ادري زين والله العظيم ما اشتغل عنده والله العظيم بوتوكس ما اشتغل عنده والله ما تكذب هسه عوف الحلف عوف الحلف هو مسوي ما مسوي غير وياي يا بعد شنو هذا انت وياي مسوي اوقف وياي هو سوى سوينا اعلان هسه اعلان وقالوا نسوي لكم هيك ما اريد اسوي لهم اعلان للمركز تسمعني خلنا نحكي اول شيء انا مسوي زرع يعني مو تجميد زرع زرعات تسمعني فقالوا له انت زارع قلت لهم مشي يراد لك او مطرق اضربه بوتوكس جوا عيونه اثنين وما رضوا بعدين ايش صاير؟ هاي ورا البوتوكس في شعر كان كان بوتس على قصدي لك هاي الماده تحت العين تخلص من الانسان من يكبر انت خبصت ليش السالفه؟ لا احنا ما ينفع واحد ازرع ازرع انت ما تسوي؟ انت لا ما تسوي ازرع 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 من وراك انا زارع عين انت زارع يلا يلا طول طول وين ازرع عن وين ازرع؟ شو زارع؟ عم زارع انا احلف علي احلف علي سود علي ما زارع استاذ؟ ابد والله كل شيء ماكو ابد صبغ ما يصبغ ايش بيك صبغ ما صبغ الله 79 سنه قام ليش جد انت شنو ما انا قلت لك هاي شو شو اسمع بالجد وانا عم بوتوكس عندك بوكله انا قلت لكم من هاي الخلقه يعني معقوله مسوي تجميل انت احلى خلقه تقرا لك بس حلق والله لا خلني اقول لك سالفه تذكرت نكته اعطيك بالخشمي لا تذكرت نكته امي احنا ستة اولاد يعني ست شباب فكلهم يقولوا لي ابو حلق وحلقك وكذا وهيك اجي ازرقها ب $100 قالت وش بيه تعيبون عليه تروحوا له فدوه هو ايش عوزه؟ عوزه بس وجه
حكي على الاخلاق قلت له حجيله باقي على الحلق والله انا اقول لك انا خشمي يطلع منه طفل يا تحتاج اي شيء سجله بالمدرسه ترى لا قبل للخدج انا خشمي ما شاء الله خير وبركه حنروح فاصل وراجعين وياكم يلا رجعنا لكم حبايبنا جمهورنا الكريم مشاهدينا الاعزاء وبث نكات خلينا نشوف هذا البارت لجمهورنا وايضا للضيوف الاعزاء اللي موجودين مناف طالب ورحيم طشر عندنا هذا البارت كلش نستمتع به لانه بشغل كلش حلو وشغل كلش هوايه اوكي ما شاء الله عندنا هنا نجوم اهل الها 79 سنه ها 79 العمر كله حبيبي يعني انا اللي عايش شم مسلسل ها شم مسلسل والله عمي انت الخير والبركه لا صار لا ضغط لا سكر لا وفد عندك ليش والله العظيم عايش بقد تنزلهم من هنا نروح الكندي لا تروح لبيتكم ولا روح الكندي هم يروحون الكندي كلياتهم روح وياك صباح يطلب من باسم انه يسوي له عماره وبيها طوابق وبيها محلات وخير من الله أي. اوكي خير من الله اعطيني يلا توكل تستفاد منه ان شاء الله لا طيب القلم ماكو قلم يلا تصفيق له تصفيق خلينا نشوف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا تفضل أخي استريح والله ما ارتحت لك من هذا الترحيب ليش احنا ناس على بابنا انا ادري المقاول مخنزر هاي قبل من كان اكو شغل هسه قاعدين لا شغل ولا عمل ابشرك تفضل امرني زين عندي قطعه اريد تبني لي اياها عندك قطعه طبعا ابني لك اياها تامر شو تريد بيت مشتمل شقه لا حبيب قلبي اريد عماره خمس طوابق عماره خمس طوابق نعم تامر خمس سجل يمك طوابق بعد بالكونات يعني بكل طابق بالكونه ليش خمس طوابق خمس طوابق يعني هي خمسة عن الحسد خلي شوية نفع اي نفع يعني. خمس طوابق مع بالكونة بالكونات يعني شرفة اي يعني حتى لا افاجئك خاف انت مقاول محلي لا اريد محط مال طائرة هليكوبتر شنو محط مهبط 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 ما شاء الله شكد عندك فلوس صح كل شيء يصير يعني واحد يتطور هليكوبتر لو سمتية سمتية وهليكوبتر ما شاء الله لا باكسيمة كان مع مهبط بالطابق الأخير يعني بالسطح بالسطح سرداب استاذ هذا السرداب تريده جراج للسيارات لو تريده حديقة لو شو تريده استاذ يعني هو مشجر ايه مشجر بس يعني واخذ له مشجر ياخذ له فد ثمان سيارات يعني شكد ثمان سيارات ما شاء الله ايه مو يجوني خطارة عند سيارة واحدة بس خاف يجوني ما شاء الله تأمر أمر بيش أسيج لك إياها مثلا بسياج حديد بي آر سي شو تريد مرمر ايه لا حبيبي كله مرمر مرمر ايه؟ مرمر شوف البنايات اللي يمك سؤال أخير جواب قطعتك شقد قياسها 56 دونم متر ستة وخمسين متر وتريد كل هاي المواصفات؟ نعم 42 ما تفيدك؟ حلوة 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 كنا نتمنى نقعد بيها العمارة أنا يا صباح نقعد من ناصرية راح تأجر منها ما جد قل لك أقعد يم المهبط مال الطيارة يلا الثاني شنو المشهد صار ماجد ياسين انت مخرج ويه والله عاش ربنا طالب كوي مناف طالب ممثل نعم 79 سنه وممثل ماجد يشرح الشخصيه لطالب ويطلب المناف ويطلب من مناف عدد من الشخصيات وهم بعد مناف اسف اعتذر يعني من استاذ مناف عدد من الشخصيات يجسد الهياية نعم يعني انا راح اقول له بما انه مخرج راح اقول له اريد فلان شيء فلان شيء فلان شيء مجموعة شخصيات بالعجل جيبوا لي هذا الوجه الجديد خلي دا اشوفه خلي دا اشوفه نعم استاذ نعم استاذ ابني انت اللي تريد تشتغل ممثل نعم استاذ تعرف شنو شغلنا انت علمني انا اعلمك وانا سالي جاي اعلم يا ابني ايه هاش المخرج معلم هو اكيد اكيد الصبور اللي بالرحلة مو مثل الطالب اللي بالصف يعني الله الله الصبور اللي بالرحلة لذلك الحمد لله
اريدك تتقن الشغله. ها؟ تتقن. هو قوة حكاها تقول له ها؟ تتقن الشغله، شغله عندك تتقنها. اتقنها. المخرج ما يحشون وراه. ينفذون، ما يقولوا له ها مدري شنو. زين. عنده ستاند باي. ستاند. ستاند باي. ستاند ستاند باي. لا. وباي باي. باي باي. في مال لا. باي باي. زين. النتيجة، ايش راح اقول لك؟ سوي لي مشهد حصواية بالبحر. شلون استاذ سقطه يريد يسقط حصوايه بالبحر خير قوم انت تشيت علي هذا غرق استاذ اريدك اريدك من تطلعها او انت تفوج تفوج وبيدك هاي بس انت لا تفوج ما فوج خرزه صح اسمع قول خرزه صاحيه وخردليلو او انت تسمع تاكيد اخ اي واريد الروجه يعني بحيث الماي ما اريد ببطبطه ابد لا ايش تريد ببقبقه ولا بقبقه سوي لي هذا المشهد وانا عندي مشهد ثاني أنا ما اعرف اسبح صار لساعة ترسنا الماي ما اعرف اسبح حضر البحر البحر ما اعرف اسبح مو مشكله لان انا دارس هاي الكازرمه اسمه كازرمه كازرمه زين من دول كازرمه قلبه وكازرمه شنو كازرمه استاذ نسمع يا اخي نسمع نسمع انت جاي اي حتوقف تاكسي نعم انت جاي حتوقف تاكسي بس قلقني هذا الاصبع الله هذا اصبع لو شنو هذا البصمه شوف شوف مو شو بس هذا بالمشي تعيت افاجئك انا استمر استاذ إيه؟ انت اللي تطلع للدوام طلعت الصبح سيارتك ما موجوده جيت اجر تاكسي جيت اجر تاكسي وين تلحق بالحكي افتهمت حتروح السوق الغزيل اي شو حتوقف التاكسي شو حتقول له روح الغزيل يلا تروح شنو شنو صارت صارت قول صارت عيوني او بلكي بسوق الغزل توديني شلون ايش قاعد تاخذ خمسه هواي خمسه شو يعني خمسة هواية؟ يا أربعة أربعة لربع ثلاثة نص أعطيك أشكرك عيوني السلام عليكم عيوني شو مصعتك حوالك؟ ها؟ رأسن؟ 79 سنة في 20 سنة يصير شكل تدفيك تدفيك حار تدفيك حار تدفيك أهنيك يعني تقبلني ممثل الصين والله أعطيك هسه راح يدوني هذا السكريبت أعطيك شخصية كل زينة أعطيك شخصية شيل النصوص لا بس شيل النصوص لعدها صار ساعة أنا نادم أثيوك بس النصوص أشيل والله وتمثل بيهن شخصية التوب التوب تحية الأستاذ مناف طالب ماجد وحبيبنا ماجد تطلع برا أنا جدا ممنون منك قم اطلع قم يلا يلا شباب مشكلة صغيرة بالبيت أنا وواحد من إخواني يعني بالليل إيش تمشكلنا مشكلة وشلبت لي خالتي وين كام وين هذا الجيل وين ذاك الجيل شلون يا الله إحنا اثنيناتنا أعصاب صايرين وهي شلبت خايب جيلنا جيل الطيبة جيل التسامح قلت له قل ليش هسه لا تخلينا احكي قالت ايش احكي قلت له غير صار لك 20 سنة ما تحكين ويا امي على مود جدر تحياتنا ابو البيض بالبصره ما شيء ما قال اهم شيء باسمه ابو البيض يسوي الاعلان مو هو هسه شو يسوي له ابو البيض صاحبنا رحنا البصره فعزوبيه هم بعد ما اقول لك بيه فالمهم عزمنا على قال تعال خلنا وكلكم باشا قلت له لا عمي غير شرايين مو زينه قال ما عليك انت كراعين تخبل عندنا فراسا صار على ابو الباشا ذاك مطفي قال له نفرين كراعين ذاك قال له كراعين ما ليش قلت له ما لولدز ما سنتافيه شغل كراعين اي باسم خلي اسمع باسم اي باسم اي مع القميص مع القميص هسه من كنا فوق جاي نبدل بالملابس قميص معقش ما ادري استاذ مناف قال لي شنو هذا قميصك مو هذا طبعا ذاك شو معقش ملابسك مو عيب يعني زوجتك ما تكوي لك حرضنا على زوجتي هو مو صوته طبعا لان انا الملابس كلها بالسياره يوميه تصويرات فخابرته اصير رجال قدامه قلت له باع عليك اليوم ما تبقين بالبيت قالت شنو قلت لها ما تبقين بالبيت لا انت ولا جهالك قال صدق كذب باسم طلعت للسلفه اليوم المليونين اي اخذ الجهال وروح شوفوا ليش مطعم عشيم وتدللين بخدمتك لا ما تدلل
حلوة باتل. يلا حبايبي متواصلين وياكم إن شاء الله وأجواء الضحك. حنروح فاصل وراجعين وياكم. يلا جمهورنا الكريم، مشاهدينا الاعزاء، ضيوفنا الاكارم، رجعنا وياكم بعد الفاصل وبرنامج بس نكات. نجوم حلوين يجننون اليوم ويانا وفقرات كلش حلوه. هاي الفقره بالذات كلش احبها انا. اوكي، هاي تعتمد على شنو سامي ناف والموجودين، انه اسال اجاوبك، قناعة تخلي على وجهك بشخصيه معينه تفضل تسال عنها لحد ما توصل اللي هاي الشخصيه من موجوده. أوكي. ماشي. أوكي. نبلش كل نبلش ويا باسم البغدادي. احلى باسم، احلى باسم صدق. وين كم شي الفداء يا الله. اتمنى انا مكانكم واشوفه. اي هسه حبيبي، هسه بس الخاطر كله طيب. رجل لو مره؟ رجل. فنان لو رياضي لو شاعر؟ عملاق. عملاق. شاعر. عملاق. شاعر. عراقي لو عربي؟ عراقي. وعربي نفس الوقت. انا داحكي اسال على الجنسيه مالك. اي عراقي. عراقي. اوكي، يعني بس هو مشتهر عربيا. اي نعم. يا جيل؟ الجيل الستيني. ستينات يعني انا اللي اعرفهم يعني. يعني كفغور لك. ايه؟ كفغور بالستينات. اي عريان السيد خلاص. بس عريان السيد خلاص الكبير. الله يرحمه. الف رحمه على روح ابو خلدون. الف رحمه على روح ابو خلدون. الف رحمه على روح. يترك الم بداخلنا كنا احنا العراقيين حقيقه. فاجعه كانت رحيله. يلا نبلش هسه ويا من؟ ويا الفريق الثاني. يلا رحيم. يلا رحيم. يلا رحيم. يلا رحيم. يلا رحيم. الله شنو قصاص امي. هو يطيشه به شويه والله. رحيم يعني انت كارثه. لا كارثه. هنيالك مو قلت لك انا رياضي ما احكي بعد. هنيالك يا فاعل الخير. شنو شخصيه؟ شنو شخصيه؟ فنان رياضي شاعر. رياضي. رياضي. قديم جديد يعني ما يزال. يعني هو ما يزال بس هو تقدر تقول جيل التسعينات. تسعينات. تسعينات. اي يعني مثل يا فريق ماشي يا فريق ب 50 طوبه ولا عبي طوبه. ما راح للاحتراف. ما هو ملك الاحتراف. هو بالاحتراف حاليا مدرب. مدرب. اي مدرب حاليا. اي بده يقول منين؟ لا مو مدرب. من قال تسعينات؟ اذا هسه ما يرهم لاعب. بس وش صغير مدرب شلون يموت ما راح يعرف. هاي هنا مزغرينه يا ابو. ما اعرف ولا لا هسه. والله يعرفه. والله ما عاد انا اقول لك اذا هو ملاحظه صغيره. لا يطيح يا ياسر. لا انا ما احكي. لا اذا طاح ياسر اذا تفيده ما يصير. لا هو يسال. هو يسال. هو يسال. يلا وما راح يسال. انا ادري بيه. لا لا مو اسال يعني بس هو يعني هسه مبطل كلش. ما لا لا يقول مدرب. يقول لي يدرب ويدرب. درب المنتخب قبل فترة؟ درب المنتخب؟ لا لا ما له علاقة. أجنبي معود. أجنبي. أنت غير تسأل عراقي عربي أجنبي. ما يخالف. مو أقول لكم علي. أجنبي. أجنبي. يا معود. أجنبي. أجنبي. هذي يقول هذا شنيش؟ يقول إيه والله. مو إيه. غير تقول عربي لو عراقي. إيه. قوم هسه بال. لا صحيح. أنت اللي تستعجل بالجواب. إحنا نريد. لا نظل يوم وين. يا رح أساعدك على شغلة. زين مدرب أجنبي. أجنبي. درب أجنبي. درب بالعراق؟ ما له علاقة. أوروبي. كلمة جن. أوروبي. أقرا. إيه زيادة. ما أدري يعني إيش قد أقرا عنده. لما قال أوربي. إيه. شوني أنا دغش شكك لك ضرب له واحد كله. أبو شو ما ضل شيء. أستاذ صباح. يلا أستاذ صباح. يلا أستاذ صباح. لا لا أستاذ طرف. شو الضيف؟ مو ضيف. مو أستاذ ضيف. مو منا ومنا. هذا وسخ. مو الضيف. مو. روح ساب. روح. اوه هاي ما راح تيادي ما راح. اشو؟ الله. حبيبي من جيلك من جيلك. لا دير بالكم. لا 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 دير بالكم. دير بالكم لانه هو يسد. هو يسد. ممثلة؟ ممثلة ان شاء الله. بارك الله بيك. انت يعني عراقية. عم على كيفك شي متوازي؟ على كيفك؟ على كيفك شوي شوي؟ شنو مواليدها؟ شنو برج الدلو؟ لا ما نعرف. لا ما نعرف. وهي ما هي مقاله شنو مثله؟ مثله مسلسلات. مثله مسلسلات. سينما تلفزيون مسرح. مسرح جاز. يا سنه
يعني تقدر السبعينات. تقول سبعينات بدأت السبعينات يعني نهاية السبعينات طبعا هاي هو اسم على مسمى بالسبعينات تنينها طبعا نهاية السبعينات يعني أنا فرح معك اللي بس بالسبعينات ترى أيوه نهاية السبعينات يعني أقدر أقول آخر عمل له شنو؟ لا لا ما تأخو ما كيتش. لا 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 تقول له. تريد آخر عمل شرفة. حتى لا تقول له هو أستاذ مناف بسوريا كان ما متابع. لا حبيب قلبي شو متابع؟ أستاذ مناف ما متابع. لا لا. 79 سنة كل 10 سنوات عنده موديل شكل. السبعينات هي. نهاية السبعينات بدت. بدت نهاية السبعينات. إيه كشابة صغيرة نهاية السبعينات. بس هي من بعد شاب وتخبل ولا تبع على أحد. وتخبل وبعدها قمة بالأداء. موجودة بالعراق؟ موجودة بالعراق. لا موجودة بالسيخ. بالشيش. سيخ وتستريخ. على كيف على كيف على كيف. حلوة. حلوة تخبل هاي المرة حلوة تخبل هاي المرة حلوة تخبل. حتى تروح بعيد. أو في دقيقة. اليوم ولا قصيت. مو هسه مو هسه مو هسه الأخير. اللي هو هذا الأخير. هو هذا. مو هسه. يومين يومين لك زين. نروح في الساعة ونرجع لك أبو حيرة حيرة بس خليني أقول لك شرحة تساعدك ما اشتغلت إخراج تلفزيوني لا يعني خليت ببالك يعني عرفت إيش خليت ببالك لا ما اشتغلت ما اشتغلت إخراج تلفزيوني ممثلة ممثلة أي ها جيل عمرها سيء مواليد 70 كل ساعة وزيادة عمرها بس أنا عم خليني أساعدك بشغلة حصلت على منصب لا ليش إقبال تصفيق الآسيا كمال المعور الغالي تصفيق للسيدة أم عمر آسيا كمال الرائعة أختنا وحبيبتنا ليش أحسن لك؟ ليش هيك أخويا ليش؟ آخر واحد صباح يلا صباح يلا صباح تصفيق الصباح صباح شوف أشوف والله تعال تعال جاك لا حد يا شيخ يمنا ايوه انا اقول لك قال ابو مصلحه لا راح يعرف راح يعرف والله راخي والله راح المصلحه يلا لا تحكي رحيم رحيم وجهك علي هسه انا خلني اسالك ممثل رياضي شاعر ممثل 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 يا جيل جيل الام والله بالسبعينات هو لا قبل السبعينات اسود وابيض ممثل ستينات بالسبعينات ستينات يا بغير لا ضيعوها ستينات ما يعرف بس السبعينات ستينات ستين روح الخمسينات ممثل ممثل بالستينات اي بالستينات بالستينات شوي عاد صار سير ظل يسير يابا مو على خشمي يابا ترى السبعينات شنو عربي شو غير تقول لي شنو عراقي بس لا لا عربي اه رحيم عربي بالستينات عربي مشتغل بشاهد ما شاف شحاقه لا 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 اشتغل لا خليهم بيناتهم شاهد ما شفتي حاجه لا ما باسم ما عليك لا يابا والله هاي ضميته جاي تضيعني انت يلا لا تضيع باسم ايش جاي اقول لك لا جاي يقول لك لا ليش هم يقولوا لي ما اشتغل كنت قادر بس عليه جاي اقول لك لا ما مشتغل جاي يقول لك الخشم غير اقول لك ما مشتغل جاي يقدر عليه من على تحيه الخشم على تحيه حلقك حلقك اسمر لا خمسة مين ابيض ايه عنده افلام اكثر من المسرح صح قريب على طريقة ماجد ياسين اي كلش نفس السايد يجوز والله نفس عنده يعني كاركتر عنده واحدة من الكاركترات ايه يعني واحدة بس ها بس واحدة ايه عنده كاركتر واحد مسرحية يشبه طريقة ماجد ياسين بس وحتى عنده أفلام طريقتنا أي. خوش يعني ما بقى غير إسماعيل ياسين الله تقول له غلط 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 ألف تحية للمبدع طبعا يون الشلبي ألف ألف رحمة على روحه ألف رحمة على روحه ألف رحمة على روحه يلا حبايب هسه شريد منكم شوي خلينا نحرك الجو نبدأ بشعر شعر بس قبل الشعر نكتة كم نكتة يا هي باسم هذا مال جيرانكم هذا اللي يشعل البنطلون مالتك اي هذا جيران والقال مرات انت بس تستحي ما عيب عليك قلت له شكو قال لي امك مشققه قلت له هاي مو مشققه هاي موديل قال صدق قلت له والله قال وين الله ويجي موديل مال جواري بتك وتك قلت له قال قد عندي بشار رحيم بشار ايوه يلا انا قبلها نكتة تذكرتها بأيام السبعينات اجوا خطار ناس من بعيد بس بالثنتين بالليل وقال لهم تريدون عشاء سكتوا
حسوينا كو قبل ماكو مطاعم بالشارع هيك مفتحه، فقلبنا ولك روحنا على جيران ابو محمد عند الدكان جيب لنا بيض ب 500 دينار قبل، دق الشباك ودق الدكان قوه قاعد ويصيح قال له خطاركم الا بالليل ما ظل الصبح يدردم ويفتح بالليل، هو ايش عنده شاميه حمراء ومشي. فالمهم فتح قال له طينا ب 500 مصاص هذا بديش اي طينا ب 500 بيض قبل ب 500 يقول بعد استوى الطانيه عبرت عجوز جيراننا قالت له محمد ما طولك مفتح الطين اربع شخاطات قال ايش عندي طقطاقات بس بس للضحك قلت لك دوم تابع وقلت لك صير لتبعوك تابع ما نحط بالجناس بعد تابع كلنا بطاقه الموحده وهاي كلها قلب اللي يدع عمرك دع عمره ايش مالك بيتك مفلش دع عمره ما هو بترفق لا دع عمره الشارع عذر تقاطعات بس الوقت الوقت ضيق الوقت على الفقره ما يوصل ثريبه ثريبه ولذيذ السمك والاطيب ثريبه خذت بيته وعلي طلعت ثريبه ايش كبر هذا روح ادفع الثريبة لا نتحمل نجوع سنين نعرة وخل دفك يزيد بصوت نعرة انجبرت اخذ عطيته وقلت نعرة من جلد خنزير حلوة حلوة لا انت لعد كل شيء ما كاتب ايش عجب ولا مر عليك الشعر ما شعر انت اقطع وصلت الاسم كبير بالشعر انا وقعت كم حلقه انا وقعت لا يا هو ما تدري شنو قاموا يكتبون ها لا طلعون بعد لا والله قالوا قول الكسر ماجد الجمار ولا غيره شكرا شكرا الله هلا بالجمار ويا جمار القلب عيدك مبارك يا جمار انسنا ورا الحلقه ورا الحلقه وين تعجيله عيدك مبارك يا جمار اسمع عيدك مبارك من نوري ون ون اخ ون 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 شوف ون عليك من تون ون ون ويت وياك ون انتين ون 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 انتين ون ون صرت انت وصرت انا وين ون 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 وين انت وين وانا وين وين انت وين وانا وين انت وين وانا وين 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 المقطع الثاني المقطع الثاني المقطع الثاني هذا مقطع طبعا حزين حزين صار عندي حاجز صار عندك وبلي الحاجز هذا حاجز هو الحاجز ما يحتاج حق حاجز زين فتحت عيوني وقعدت من الصبح ولل اريد اغسل وجهي الله وجهك قعدت الصبح صار عندي حاجز ولن اريد اغسل وجهي مقطوع الماء الحديقه ما يخابط فتحت البور صونده مقطوع الماء بيه ولك افتح الماء خلي يطلع لا تخاف الكهرباء مقطوعه والماء يخاف الا اذا تجي الكهرباء الماء ما راح ينقطع لي الماطور يشتغل على الكهرباء حزن جمهورنا الكريم انتظرونا وحلقات قادمة وقبل لا نقول انتظرونا وحلقات قادمة ذكرني أخويا ياسر خلي الرحب ونقولهم شكرا لكم يا ضيوفنا الأعزاء أستاذ مناف طالب أستاذ رحيم وأيضا ضيوفنا المستمرين صباح الهلالي وباسم البغدادي شكرا لكم شكرا 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 جمهورنا مشاهدينا الكرام انتظرونا وحلقات قادمة من برنامج بدنكات Let's go!